السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه الصحه والجمال صبحكم الله تعالى بكل خير صباح الخير والسعاده صباح الصحه والجمال صباح البر والصله صباح الاخلاق الحسنه والاخلاق الجميله صباح كل شيء جميل وحسن أه الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل بر الوالدين غنيمه واي غنيمه وجعل للمستمسك به من المؤمنين درجات عظيمه واوصى بالابوين في وصاياه الكريمه وحذر من عقوقهما الذي هو من الخصال الذميمه والصلاه والسلام على النبي محمد ذي المزايا الفخمه الفخيمه وعلى اله وصحبه الذين ساروا على وصاياه النافعه العميمه وبعد فقد راينا في الايام الماضيه خلال الاسبوع الماضي رايت فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يعني هذا الفيديو يندى له الجبين الا وهو ان انسانا قد طرد امه من بيته أخرجها من بيته ووقف يعني وقال كلاما كلاما مؤذيا لها والأم خرجت من البيت وصارت تنزل من على درجات السلم السلم درجة درجة وهو يؤذيها بالكلام والعياذ بالله تعالى وزوجته بجواره تضحك إلى غير ذلك يعني هذا يعني هذا الأمر يدلك على مدى تدني الاخلاق الذي وصل اليه كثير من الناس كثير من الناس وصلوا الى هذه الدرجه الى هذا الانحطاط في الاخلاق هذا من من اجل اي شيء هذا سببه قله التقوى في القلوب هذا سببه قله التقوى في القلوب حتى ان هذا الانسان يعني ليس فقط اخرج امه من بيته واذاها ونحو ذلك بل الأعجب كيف أنه صور مثل هذا الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي يعني الله يعني مرضى في الحديث إذا إذا بليتم فاستتروا هذا يفضح نفسه هذا يلحقه العار طوال حياته حتى بعد وفاته هذا هذا الذي عمل هذا الشيء هذا عاق لوالديه، هذا ان لم يتب الى الله تعالى هذا عاقبته وخيمه، هذا يعقب هذا تعجل له العقوبه في الدنيا قبل الاخره ان لم يتب الى الله تعالى وان لم ترضى عنه امه، لذلك احببنا اليوم ان يكون عنوان حلقتنا اليوم بعنوان حبيبتي أمي وصية نبي صلى الله عليه وسلم حبيبتي أمي وصية نبي صلى الله عليه وسلم وإن إن المتأمل لآيات القرآن الكريم يجد أن القرآن والأحاديث الأوامر قد ذكرت الأبناء والبنات بما تتكبده الأمهات من مشاق كالحمل والوضع والرضاع ونحو ذلك من امور ينفردن بها عن الاباء قال الله تعالى في القران الكريم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وقال ربنا تبارك وتعالى في القران الكريم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه معنى وقضى ربك أي وأمر ربك وأمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه الله أمرنا بالإيمان به سبحانه وتعالى بأن نعبد غيره بأن نؤمن به سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان لماذا؟ لأننا, لأننا لو نظرنا في كل آيات القرآن التي فيها الأمر بالعمل نجد أن في أغلب الآيات يسبق العمل الإيمان لماذا؟ لأن قليل من قليل من العمل مع صحة الإيمان مقبول عند الله تبارك وتعالى وكثير من صور الأعمال مع فساد الإيمان مردودة على صاحبها، ليس له ليس لا, لا غير لا تتقبل منه غير مقبولة غير مقبولة منه، فالإيمان هو الشرط الأساسي لقبول ولصحة الأعمال. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه امر بعبادته سبحانه وتعالى فان المسلم الذي امن بالله الها ربا مالكا خالقا رازقا خلق كل شيء كل شيء هو بخلق الله سبحانه وتعالى، وبايجاد الله سبحانه وتعالى، امن بالله الها ربا خالقا مالكا رازقا سبحانه وتعالى، خلق كل شيء، ولا يحتاج الى شيء، ليس كمثله شيء، كان موجودا قبل خلق السماوات وقبل خلق الارض، كان موجودا قبل خلق المكان بلا مكان، وبعد ان خلق المكان سبحانه وتعالى لا يتغير عما كان، لذلك ورد في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره، أي كان الله وحده في الأزل، ولم يكن عرش ولا ماء ولا سماء ولا كرسي ولا أي شيء من المخلوقات، وبعد أن خلق كل هذه المخلوقات سبحانه وتعالى لا يتغير عما كان، سبحان الذي يغير ولا يتغير، لأن التغير علامة المخلوق، هذا هو الأساس الإيمان، أن تؤمن بالله وبالاركان الايمان السته الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره ثم قال وقد تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اي وامر كذلك بالاحسان الى الوالدين هذا معناه ان الله سبحانه وتعالى بعد ان امر بالايمان به امر بالاحسان الى الوالدين بالبر لهما بخفض الجناح معهما وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. لذلك ورد في حديث اخر النبي صلوات ربي وتسليماته عليه قال: رغم انف رغم انف رغم انف قالوا من يا رسول الله رغم يعني كنايه عن التصاق الانف بالتراب. قالوا من يا رسول الله قال من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه شيخين كبيرين ولم يدخلاه الجنة معناه إن البر والإحسان إلى الوالدين أو إلى أحدهما هذا سبب لدخولك الجنة سبب لدخولك إلى الجنان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف هذه الكلمة الخفيفة يعني الكلمة التي كثير من الناس يعني يعتبرها سهلة ولكنها عند الله عظيمة لماذا؟ لأن كلمة أف تدل على التدجر تدل على الانزعاج قد الوالدان لما, لما يسمعان منك أو أحدهما إن سمع منك إن طلب منك شيء فقلت أف او الا يوجد غيري ونحو ذلك هذه الكلمه التي هي خفيفه على اللسان ولكنها عند الله عظيمه ولكنها عند الله ثقيله لما تورث في قلب الابوين لما تورث في قلب الابوين من الحزن وانكسار القلب ونحو ذلك حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما قال من البر بهما ألا تنفض ثوبك أمامهما. الله أكبر من البر بهما ألا تنفض ثوبك أمامهما. قالوا لماذا؟ قال حتى لا يصيبهما غبار الثوب. الله أكبر حتى لا يصيبهما غبار الثوب إلى هذه الدرجة إلى هذه الدرجة ينبغي على الواحد منا أن يراعي أبواه، أن يراعي أباه وأن يراعي أمه. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما احسن اليهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه هذا كنايه عن التواضع لهما كنايه عن ان تتذلل لهما عن ان تحسن اليهما ولا تسيء اليهما واخفض لهما جناح الذل، وهذه الآيه فيها مجاز، وهذا فيه رد على الذين ينكرون المجاز في القرآن، أو يقولون إن آيات القرآن كلها كل الذين يقولون إن كل آيات القرآن على ظاهرها، لا يوجد في القرآن مجاز، يوجد في القرآن آيات يكون لفظها شيء ولها معنى آخر مراد غير المعنى الظاهر. اتفضلي يا فندم معانا اتصال الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله يا استاذ اهلا وسهلا ومرحبا يا حال الحمد لله رب العالمين عايز استشير حضرتك في حاجه كده اتفضلي انا واحده عندي 60 سنه بس وزني تقيل شويه بنصلي وانا قاعد نعم بنصلي وانا قاعد تمام يعني صلاه صحيحه ولا طيب في في حاجة تاني؟ اه والله يا فضلة الشيخ غلابي عندي ثلاث صبيان امم الحكاية مش مستقرة معاهم والحالة ملخبطة الله يصلح لنا ولهم الأحوال، الله يفرج مم. كرباتنا وكرباتهم. حاضر يا حق بالنسبة للصلاة لهذا السؤال اول حاجة بالنسبة للصلاة الصلاة لها أركان ومن أركان الصلاة القيام في الفرض للقادر فاذا كان الانسان قادرا على القيام فلا يجوز له ان يجلس ان ينتقل الى المرحله التي بعدها حتى يفقد المرحله الاولى فاذا كان واحد قادر أنه هو يصلي يقف في الصلاه في قراءه الفاتحه ما ينفعش يقعد ده في ده في الفرض فاذا فاذا اول حاله بي لابد ان يقف، طب اذا كان لا يستطيع الوقوف ولا يستطيع الوقوف مش مجرد انه كسل ولا كذا لا، انه حقيقة لا يستطيع الوقوف. فعند ذلك ينتقل الى الحالة التي بعدها، طيب واحد بيقدر يقف يقرأ الفاتحة وهو واقف، بس في الركوع والسجود لابد انه يقعد، فده يقف في القيام في الفرض، في قراءة الفاتحة، ثم عند الركوع والسجود يجلس على شيء وياتي بهيئه الركوع والسجود وعلى هذا ينتقل من حاله الى الحاله التي تليها كل واحد على حسب حاله وعلى حسب وضعه. بارك الله فيكم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني الصَّغِيرَةَ فقلنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة هذا مجاز فيه هذا المجاز يدلك يعني هذا كناية عن شيء آخر كناية عن الرحمة كناية عن التواضع كناية عن التذلل لهما والإحسان إليهما لذلك ورد في حديث وإن كان هذا الحديث ضعيفا ضعيف الإسناد ولكن معناه صحيح لفظه ماذا ورد في الحديث قال عليه ورد في الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات الجنة تحت أقدام الأمهات هذا كناية فيها الحث على التواضع هذا كناية فيها الحث على التواضع على التواضع لها لهذا قال جمع من أهل العلم في الحديث الذي ورد الزم الزم رجلها هذا كنايه عن ان تكون متواضعا معها الزم رجلها واخفض لهما جناح الذل من الرحمه العين فيها رحمه اللسان فيه رحمه اليد فيها رحمه تنظر اليها برحمه تعطيها برحمه اعطي امك من مالك ارحم امك ولا تنسها او تتناسها فقد جعل الله في بطنك حفره غائره يعني جعل في البطن حفره في الداء الى الداخل قليلا ما هي هذه الحفره؟ انها مكان الحبل السري ذكريات في بطني وبطنك ذكريات في بطني وبطنك نتذكر فيها امي وامك اخذت من دمها قبل حليبها كنت قويا في كنت قويا في رحمها وهي تضعف تمتص من غذائها وهي تنحف ولذلك ذكريات الام محفوره في قلب الابن لا تقل انا سهرت الليل مع امي عندما مرضت انا خدمتها انا فعلت كذا وهل يكافئ هذا طلقه من طلقاتها يوم يوم ولدتك؟ ورد ان رجلا جاء من اليمن كان في زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الرجل جاء الى سيدنا عبد الله بن عمر وقال له يا وقال له يا عبد الله اني حملت امي على ظهري وهذا الرجل حمل امه على ظهره وطاف وطاف بالبيت وكان, بجو وكان بجواره ابن عمر في الطواف فقال يا امام حملتني تسعه اشهر وحملتها عامين، حملها على ظهره عامين، إلى أن جاء بها إلى الحج ماشياً على القدمين، حج بأمه على ظهره، أي طالب، أي طالب للبر هذا الرجل، ومع ذلك قال له ابن عمر: تريد أن تكافئها؟ ولا بطلقة من طلقاتها؟ قال يا إمام: حملتني تسعة أشهر، وحملتها عامين، فقال له: قال حملتك وهي تتمنى بقاءك وانت تحملها وتتمنى موتها يا الله اجزي امهاتنا عنا خيرا وارزقنا برهن حتى يرضينا يا الله وامد بعمرهن على النحو الذي ترضاه يا رب العالمين ايها الاحبه ينبغي علينا ان ننتبه ينبغي علينا ان ننتبه جيدا، ان ننتبه لامهاتنا ولابائنا وان نحسن اليهم وان نحسن اليهم وان نعطف عليهم وان نتذلل لهم، هذا تذللك لوالديك هذا يكون رفعه لك، ورد في الحديث: "ما تواضع عبد لله الا رفعه الله، ما تواضع عبد لله الا رفعه الله، هذا تواضعك مع خلق الله". فكيف تواضعك فكيف تواضعك وتذللك مع من حملتك، كيف تواضعك وتذللك مع من كان سببا في وجودك في هذه الحياه. لذلك ايها الاحبه الام الصالحه زينه في الحياه الدنيا وسلوه للهموم ومفزع لولدها كلما نالت منه الالام واعترضت طريقه المتاعب واعترضت طريقه المتاعب. عادة الرجل لا يبكي أمام زوجته ولا بين يدي زوجته ولا يظهر ضعفه أمامها ولكنه لا يتحرج أن يرمي برأسه على صدر أمه ويبكي لا يتحرج في ذلك ويشتكي لها ويخرج ما في قلبه من شجن حار وهم مقيم لأمه إن اتصلت يوما بأمك يعني تخيل معي إن اتصلت بها يوما وفي صوتك أثر ضعف أو مرض فانظر كيف يكون قلقها عليك كيف يكون انشغال بالها عليك أو أخبرتها أنك في ضيق, في ضيق نفسي أو, أو ضائقة مادية أو معنوية ونحو ذلك انظر كيف تصنع من أجلك إنها الأم الحنون نعم معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخنا اهلا وسهلا ومرحبا كنت عايزة نستفسر على حاجة بعد اذنك اتفضلي آه انا انا والله انا كنت كويسة خالص مع امي وابويا والدنيا كانت حلوة الحمد لله ماشي بس انا عيالي ما بعملونيش نفس المعاملة نعم يعني العيال دايما مغلبيني وكده ما اسمعوش الكلام وعقوق والدنيا بس انا ما عملتش حاجه مع امي وأبوي عشان هم يعملوا كده هو فين بعد هو في شيء لابد ان نعلمه انه نحن نبر ابائنا ونبر امهاتنا ان شاء الله هذا سيرد لنا ولكن يعني نحن لا نعمل هذا الشيء انه من باب المكافاه يعني انه انا ابر امي وابوي علشان ولادي يبروني لا نحن نخلص النيه لله اول شيء ونعمل هذا ونعمل العمل مخلصين النيه لله ولان الله امرنا بذلك ثم بعد ذلك ستاتي المكافاه المكافاه ان عاجلا او اجلا لابد ان تاتي في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله تعالى فالانسان يخلص النية لله ويلجا الى الله سبحانه وتعالى اذا كان عنده ولد يعني اتعبه ونحو ذلك فليكثر من الدعاء يلجا الى الله يعني يخرج الصدقات على نية ان يهدي الله ولده ان يهديه الله له هذا يكون فيه خير عظيم ان شاء الله تعالى بارك الله فيكم فأيها الأحبة بر الأم ينبغي أن يعلم أن بر الأم أعظم من بر الأب لماذا؟ لأنه ورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه صحابي فقال له يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من في الرابعه؟ قال له ابوك، فهذا يعني يدلك دلاله عظيمه على ان تاكيد على بر الام وان بر الام ثلاثه اضعاف بر الاب ثلاثة أضعاف بر الأب وفي ذلك تأكيد بليغ من النبي عليه الصلاة والسلام لذلك قال القرطبي في هذا الحديث هذا الحديث يدل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب لذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأم ثلاث مرات وذكر الأب في الرابعة فقط وذلك لماذا؟ لأن هناك ثلاث مراحل تنفرد بها الأم عن الأب هي مرحله الحمل وصعوبه الوضع وصعوبه الرضاع والتربيه هذه المراحل الثلاثه تنفرد بها الام عن الاب فهذه منازل يخلو منها الاب فلذلك الاسلام وصى والنبي عليه الصلاه والسلام وصى ولذلك قال بعضهم اطع الاله كما امر واملا فؤادك بالحذر واطع اباك فانه رباك من عهد الصغر واخضع لأمك ورضها واخضع لأمك ورضها فعقوقها إحدى الكبر ليس من يوم لأمي بل لها كل الحياة إلى الأشخاص الذين يخصصون يوما في العام يؤذي أمه طوال العام ثم يأتي في يوم في السنة يأتي لها بهدية ونحو ذلك وهو يسيء إليها ويغضبها طوال العام قال ليس من يوم لأمي بل لها كل الحياة تستحق الأم منا برنا حتى الممات إن بر الأم فرض من أجل الواجبات لا نفيها باحتفال حق إحدى الطلقات ليس حب الأم شعرا أو برصف الكلمات حب أمي يتراءى طاعة حتى الوفاة نسيم الشوق حياها وصوت القلب ناداها جنيت السعد الوانا رضا تحكيه عيناها عسى بالكوثر الفياض سقيانا وسقياها ازين ببرها عمري فتهواني واهواها حياتي انت يا امي حياتي انت معناها حياتي انت يا امي حياتي انت معناها ينبغي ان نحسن الى ابائنا وامهاتنا ينبغي ان نتعطف معهما وان نترحم عليهما حتى قالوا ان البر بالوالدين ليس فقط في الحياه بل حتى البر يستمر بعد وفاتهما حتى البر يستمر بعد وفاتهما. فكما انه كما ان بر الوالدين يكون في حياتهما يكون ايضا بعد مماتهما كما ورد في الحديث وقد روى ابو داود انه اتى رجل رجل من بني سلمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر ابوي شيء أبره ابرهما بعد موتهما يعني بعد ان انتقل بعد ان توفي هل بقي علي شيء من البر يا رسول الله يسال النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم الصلاه عليهما ومعنى الصلاه هنا معناه الدعاء يعني ان تدعو لهما بخير لان الصلاه في اللغه معناها الدعاء الدعاء فقال الصلاه عليهما يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما علم ولدك كل يوم ان يستغفر لك أن يستغفر لأمه ولأبيه كل يوم يستغفر يقول رب اغفر لي ولوالدي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أيوة ازيك يا أحمد أهلا وسهلا معكم محمد صلاح أهلا وسهلا ومرحبا أهلا يا شيخ الحمد لله اه احنا مبسوطين بسعادتك والله. بارك الله فيكم، الله يحسن اليكم. آه، رب. ربنا يخليك يا رب. الله يكرمك الله يخليك. هذه اختي، بارك الله فيكم. بارك الله فإن بر الوالدين كما يكون في حياتهما يكون أيضا بعد مماتهما كما ذكرنا في الحديث، فقال الصلاة عليهما. الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما يعني ان تستغفر تعلم تعلم اولادك ان كل يوم قل له هل استغفرت لامك وابيك؟ هل استغفرت لي ولامك؟ قل رب اغفر لي ولوالدي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وانفاذ عهدهما اي وصيتهما كذلك تنفذها من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما كالاقارب من جهه الاب والاقارب من جهه الام كالاعمام والعمات وابنائهما ونحو ذلك، وكالاخوال والخالات وابنائهم ونحو ذلك. قال واكرام صديقهما صديق ابوك كذلك من البر من البر بابيك تصله. وصديق وصديقة امك كذلك من البر بامك ان تصلها وان تسال عنها وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من ابر البر صلة الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي ان من ابر البر صلة الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي يعني بعد ان يتوفاه الله معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا استاذ احمد اهلا وسهلا ومرحبا احلى كلام سمعته النهارده الصبح منك والله يا عم الشيخ. بارك الله فيك اللهم امين يا رب العالمين الله انا عاوزك تتكلم في نص في دقيقه واحده بس عن الزوجه ومعامله الزوجه مع مع ام الابن انت فاهمني نعم فهو لازم يكون بره بوالدته ولازم يكون كويس مع والدته تمام فهي الزوجه عايزه الزوج يبر بوالدتها هي مش بوالدته هو يبر بالاتنين ان شاء الله هو يبر بالاثنين نعم الزوجه بس عايزه الام بس انما اللي هي والده الزوج مش عايزاها تبقى موجوده بتتمنى لها الموت بعيد الشر عليها يا رب العالمين الله, يلطف بالمسلمين فانا عاوزك بس في دقيقه واحده بس تتكلم عن النقطه دي لو سمحت يا شيخ حاضر ان شاء الله بارك الله فيك فكما ذكرنا في الحديث إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي يعني بعد أن يتوفاه الله بل انظروا إلى عظيم بر النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبر صديقات السيدة خديجة وهي زوجته، لما كان يذبح شاة كان يقول: اذهبوا بهذه إلى فلانة فإنها من صويحبات خديجة، فإنها من صويحبات خديجة ويقول إذا جاءت امرأة تأتي المرأة العجوز فيقول أفسحوا لها المجال فإنها من صديقات خديجة فكان يبر الصديقات زوجته خديجة بعد وفاتها فكيف ببر صديقات الأم معناه هذا أعظم لذلك النبي صلوات ربي وتسليماته عليه لما كان في طريقه قال استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي ف ذهب النبي عليه الصلاه والسلام ووقف على قبر امه صلوات ربي وتسليماته عليه وبكى حتى ابكى من معه من الصحابه وقف على قبرها وبكى حتى ابكى من معه من الصحابه هذا من بره صلوات ربي وتسليماته عليه معنا اتصال الو السلام عليكم وعليكم السلام زهرتك يا شيخ اهلا وسهلا لو سمحت ممكن اطلب منك بس دعوه بالرحمه لمرات عمي توفت يوم الجمعه اللي فاتت رحمها الله تعالى رحمة واسعة الله يسكنها فسيح جناته ويجمعنا بها في الفردوس الأعلى إن شاء الله تعالى أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتتكم ورزقكم الصبر على فراقها بارك أهلاً. الله فيك الله يرحمها رحمة واسعة وورد أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها. سيدنا سعد بن عبادة كان في سفر، ولما جاء وجد أن أمه قد توفيت وهو غائب ما كان حاضرا، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها. فهل ينفع فهل ينفع فهل ينفعها ان تصدقت بشيء عنها؟ يعني يسال النبي هل لو انا تصدقت بشيء عن روح امي هل هذا ينفعها؟ فقال نعم قال عليه الصلاه والسلام نعم قال فاني اشهدك ان حائط المخراق صدقه عنها يعني كان عنده بستان بستان حائط يعني بستان تصدق به تصدق ببستان على ان يصل الثواب لامه هذا مثال عن البر بعد الوفاه هذا الصحابي عرف قيمه بر الوالدين فكانه باع هذا البستان مقابل بر امه فكانت تجاره تجارته رابحه ولا نعمه تجارته ولا نعمه تجاره هي فالواحد منا كذلك ايضا من البر بالوالدين ان تزور يعني بعد وفاتهما ان تزور والديك زر والديك وقف على قبريهما لو كنت انت الذي مت في حياتهما ما تخلف عن زيارتك وما يعني ترك الدعاء لك انت ايضا زر والديك قف على قبريهما ادعو الله لهما اقرا لهما القران وك... معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مع الشيخ ايوه عايز اسالك سؤال انا تفضل. ابني كان خاطب واحده وماتت يوم الجمعه نعم وامها ما معاش غيرها نعم وعماله تعيط وتعمل وقول اقول لها رحمها الله قولي لها انا لله وانا اليه راجعون نحن ملك لله الله يفعل بنا ما يشاء ما, ما معاش يا ناري غيره الإنسان إذا ابتلي فصبر هذا جزاؤه عظيم ورد في الحديث ورد في الحديث اه ورد في الحديث فيما معناه إن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى عبده المؤمن بأخذ صفيه بأخذ حبيبه في الدنيا كابن كزوجة كأم كحبيب أي حبيب له كولد فإذا اصطفاه الله إذا أخذه في الدنيا قبضه فصبر هذا الإنسان فورد في الحديث فهذا الانسان ليس له جزاء عند الله الا الجنه فالواحد يصبر وليحتسب وليكن قدوتنا النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابنائه ماتوا في حياته ما عدا السيده فاطمه رضي الله عنها فهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، فلنصبر ولنحتسب ولنسلم ولنسلم امرنا لله تبارك وتعالى، ولنعلم انه لا يكون في كون الله الا ما اراد الله، الا ما قضاه الله وقدره، الا ما شاء الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلنصبر ولنحتسب ولنسلم امرنا لله، ولنقل انا لله وانا اليه راجعون، يعني معناه نحن ملك لله، الله يفعل بنا ما يشاء لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون فالإنسان لما يعلم ذلك ويعتقده في قلبه حقيقة ويستقر هذا اليقين في قلبه فتنزل عليه المصيبة فيتلقى المصيبة بالصبر والتسليم واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى فيكون له الجزاء من الله تبارك وتعالى بأن له الحسنى يوم القيامة. نسال الله ان يرحمه ان ي... نسال الله ان يرحمها رحمه واسعه وان يرحم موتانا المسلمين كمان نريد ان ننبه على السؤال الذي ذكر او الكلام الذي طلب منا ان ان يوجه الزوجه والام ينبغي ان نعلم ان الزوجه زوجه والام ام لا ينبغي ان نقارن الانسان الذي يضع امه وزوجته في مقارن في مقارنه هذا وضعها يعني في غير موضعها. الأم أم والزوجة زوجة. نقول للأم أنت أم. كوني في مكانك الذي أنت فيه، الذي وضعه الله لكِ. وكذلك الزوجة أنت زوجة. يعني لكِ حقوق وعليكِ واجبات. فلا تعمل مقارنة بين أمك وبين زوجتك. ولا وبكل حال من الأحوال لا تقدم زوجتك على امك لا تقدم زوجتك على امك بل ينبغي عليك ان تحسن اليها والزوجه كذلك او احيانا الزوجه تطلب من الزوج ان يبر امها نعم ينبغي منه ينبغي عليه ان ان يبر امه التي ولدته وان يبر ام زوجته لانها ايضا بمنزله الام كذلك يبرها يحسن اليها لانها صارت من محارمه صارت من محارمه يعني يستطيع ان يراها بشعرها ويقبلها ويسلم عليها، صارت محرما له وهي لانها زوجه لامه فكذلك يحسن اليها لها, علي لها عليه من الفضل ما لها فيحسن اليها ويحسن هنا ويحسن هنا، اما ان يعني كما نرى من كثير من البنات وكثير من النساء اليوم تقف وكانها فاصل بين الرجل وبين بين الرجل وامه وكانها تريد ان تستاثر به بعيدا عن امه لا اتق الله عز وجل لماذا لانك ان عملت ذلك واولاد واولادك راوا منك ذلك راوا منك ذلك فانهم سيفعلون معك كما تفعلين كل يعني يعجل لك يعني هذا الامر يعني يعجل لك في الدنيا فاتق الله عز وجل كل واحد منا يتقي الله عز وجل وليعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى ولينزل كل إنسان منزلته وليعطي كل إنسان فضله ومرتبته فالواحد منا ينبغي ألا تشغله الدنيا عن أبويه ينبغي أن لا تشغلنك الدنيا عن أمك لو نظرنا نجد أن أغلب الناس يطرقون أبواب الحياة، يبحثون عن السعادة، فنرى الرجل منهم يريد إرضاء زوجته، إرضاء أولاده، إرضاء مدير عمله، وينسى أحد أعظم أبواب السعادة أمه، أعظم أبواب السعادة، أحد أعظم أبواب السعادة الأم، بر أمك باب من أب باب من أبواب جنات النعيم، باب ليوسع الله عليك الرزق في الحياه الدنيا وباب يدفع الله به عنك كثيرا من المصائب فاياك وعقوقهما ففي الحديث رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد والوالد هنا معناه يشمل الام والاب يشمل الام والاب وفي الحديث أيضا الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، وهذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل ذلك زار قبر أمه ووقف عندها وبكى حتى أبكى من معه من الصحابة، وسيدنا عيسى عليه السلام قال الله تعالى في القرآن الكريم: وبرا بوالدتي سيدنا عيسى المسيح عبد الله ورسوله هذا سيدنا عيسى المسيح نبي الله عبد الله ورسوله قال وبرا بوالدتي أي سيدة مريم عليها السلام وقال الله تعالى في سيدنا يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش لما قيل لما دخلوا مصر وجلسوا في مجلسه مستويا على سريره واجتمعوا إليه أكرم أبويه فرفعهما على السرير نعم نعم العظماء برره العظماء اسيادنا الانبياء هم العظماء العظماء برره برره بابائهم برره بامهاتهم العظماء برره والله لن ترتفع في الدنيا وتكون سعيدا حتى ترضي والديك فيما يرضي الله ولدتك امك واخرجك الله من رحمها لا تعلم شيئا علمتك واهتمت بك ولما ولما كبرت تشاغلت بالعيال والوظيفه والتجاره واذا طلبتك تعتذر لها وتقول مشغول ولربما يعتذر اولادك اذا تركوك. اعلم انك قد تدرس الواحد منا قد يدرس ويتخرج وياخذ الماجستير والدكتوراه ويتوظف بعد ذلك وظيفه تدر له المال الكثير وكل هذا قد يحصله الانسان بدعوه من امه وهي راضيه عنه تقول له رح وفقك الله الام تدعو له تقول له رح وفقك الله نور الله طريقك اسال الله ان يعطيك حتى يرضيك الله يحقق لك امالك مما يرضيه فالواحد لا يفوت برها فيخسر ونعود اليكم بعد هذا الفاصل باذن الله سبحانه وتعالى اعزائي المشاهدين عدنا اليكم بعد هذا الفاصل فاهلا وسهلا ومرحبا بكم ايها الاخوه ان بر الوالدين بركه في الدنيا والاخره بركة عظيمة في الدنيا والاخرة، لذلك من اراد ان تكون ان تكون عاقبته حميدة حسنة فليبر والديه، ومن اراد ان تكون عاقبته وخيمة فليعق والديه والعياذ بالله تعالى، كذلك ايضا الواحد ينبغي ان لا يسب ابويه كيف هذا؟ يقول يقول القرطبي رحمه الله من البر بالوالدين والاحسان اليهما الا يتعرض لسبهما ولا يعقهما فان ذلك من الكبائر بلا خلاف من كبائر الذنوب. وبذلك وردت السنه ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه يعني الواحد يتجنب مثل هذه الاشياء احيانا انت لما تمزح مع صديقك او لما تتكلم مع انسان تسب له اباه وتسب له امه فهذا الانسان ماذا يصنع يسب لك اباك ويسب لك امك فتكون بذلك سببت اباك وسببت امك جلبت لهما الكلام الذي لا يليق بهما أسأت إليهما ينبغي عليك أن تنتبه فنتجنب تجنب اخي مثل هذه تجنب اخواني مثل هذه الخصومات ولا تبدا بالاساءه لاحدهم وان اساء لك احدهم فلا ترد عليه فان العفو والصفح افضل ولا تكن سببا لان يذكر ابواك بالسوء واذا اردنا ايها الاحبه يعني اذا اردنا ان نذكر قصص بعض الصالحين الذين يعني كانت لهم مواقف مع امهاتهم مواقف مشرفه ينبغي ان نذكر مثل هذا القصص لناخذ منه العظه والعبره لقد رسم سلفنا الصالح لبر الامهات رسما عجيبا يعني فعلوا اشياء عجيبه تجعل الحليم حيران فهذا حارثه بن النعمان سيدنا حارثه بن النعمان رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام يرى في المنام انه يستمع الى تلاوته في الجنه فقال من هذا؟ النبي يعني راى في الرؤيا انه يستمع الى تلاوه حارثه في الجنه، فقال من هذا؟ فقال له الملك: هذا حارثه بن النعمان، فعرفه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال النبي: كذاك البر، كذاك البر، وكان ابر الناس بأمه، يعني بسبب انه كان يبر امه صارت له هذه المرتبه العظيمه وهي ان النبي يسمع تلاوته في الجنه كان وكان من بره بامه كان يغسل راس امه ويفليه ويصرح ويمشط لها شعرها ويصنع طعامها ويطعم ويطعم ويطعمها بيده لا شلت يمين ابن تطعم والدته لله تعالى ويحسن اليها ويروى عن الصحابي الجليل ابي هريره رضي الله عنه انه كان بارا بامه فكلما اراد الخروج من البيت وكان هو في بيت وامه في بيت في بيت يعني في مكان اخر ليس في نفس البيت بل بيت مقابل له فكان كلما خرج مره وقف على باب امه على بابها ويقول السلام عليك يا امتاه ورحمه الله وبركاته فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته فيقول: رحمك الله كما ربي كما ربيتيني صغيرا، رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول له: رحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله، يعني إذا أراد أن يخرج يفعل مثل ذلك مع أمه، وإذا رجع يصنع مثل ذلك مع أمه. وعن عبد الله بن عون البصري وهو أحد الثقات أنه نادته أمه فأجابها فعلى صوته صوتها يعني أمه نادت عليه فأجابها ولكن صوته كان مرتفع أكثر من صوتها فماذا عمل هذا الرجل الصالح أعتق رقبتين لوجه الله تعالى تصدق لوجه الله بإعتاقهما لماذا؟ لأن صوته ارتفع وهو يرد عليها ليس يعني يسبها او يشتمها هذا يعني من فعل سلفنا الصالح رضوان الله عليهم وقد مرض احد الصالحين فلما زارته امه قام فلبس وتأنق كأن لم يكن به بأس فلما خرجت سقط مغشيا عليه فسئل عن ذلك فقال ان انين الابناء يعذب الامهات ان إن أنين الأبناء يعذب الأمهات أي أن الأمة تغتم لمرض ولدها وجاء عن أحد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أنه كان لا يأكل في قصعة واحدة مع أمه يعني في طبق واحد في نفس الطبق وذلك حتى لا يأكل شيئا لعل عين أم أمه وقعت عليه يعني كان لا يأكل مع أمه في طبق واحد يخاف ان يكون مثلا عينها وقعت على شيء من الطعام فهو ياخذه هذا من بره بها، ومن منا يطيق ذلك؟ ومن منا يطيق ذلك؟ وهذا ليس من باب الوجوب، وانما رأفة بأمه ورحمة بها وإحسانا إليها، فينبغي علينا أيها الأحبة أن نحسن إلى آبائنا وأمهاتنا، بل لو تذكرنا أيضا قصة سيدنا أُويس القرني، هذا أُويس القرني الذي بشر به النبي عليه الصلاة والسلام، وكان سيد التابعين رضي الله عنه، هذا سيدنا أُويس هذا سيدنا اويس رضي الله عنه كانت له ام كان بارا بها، النبي بشر به، هو كان في زمن النبي ولكنه سيد التابعين لانه لم يلتق لم يلتقي بالنبي عليه الصلاه والسلام في حياته، ولكن النبي بشر به واخبر به وطلب من سيدنا عمر اذا راه ان يطلب منه ان يستغفر له، اويس يستغفر يستغفر لعمر رضي الله عنه وذلك وتخلفه ما جاء الى النبي في حياته برا بامه كان يبر امه ونحو ذلك وكان يحسن اليها ويخدمها اي فضل هذا؟ لذلك ايها الاحبه ينبغي علينا ان نحسن الى ابائنا والى امهاتنا، نسال الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه انه على كل شيء قدير، نساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا بررة اتقياء، اللهم اجعلنا من البارين بابائنا وامهاتنا، اللهم رد ابائنا وامهاتنا عنا، واجعلنا من البارين بهما في حياتهما وبعد وفاتهما يا ارحم الراحمين، واجعل أبناءنا بررة بنا يا أكرم الأكرمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.